السلام عليكم. حالو في هذا الفيديو نديرو تحت التمرين 3 الصفحه 130 من كتاب المفيد الثالث اعدادي الدرس ديال مبرهنات بيتاغورس. اذا التمرين 3 هو قدامنا، قالوا لنا نحسبوا اكس اس 2 في كل حاله من الحالات التالي، صافي، في كل حاله من الحالات التالي. اوكي، اذا مثلا انا ناخذ هذه الحاله 1، هذه الحاله 1 انا نسميه الحاله 2، الحالة 3، وهذه الحالة 4. صافي، أنا رقمتهم، يعني الحالة الأولى هي المربع الأحمر، وكاين المربع الأخضر، الأصفر، الأزرق. صافي، إذا غنطبق هنا مبرهنة فيثاغورس مباشرة. إذا أولا شغيكون عندنا هذا مثلث قائم الزاوية، مزيان. إذا شنو كتقول لنا القاعدة؟ كنقولوا الوتر، شكون هو الوتر أس اثنان؟ هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. ها الزاوية القائمة شكون الضلع اللي قبالتها؟ هذا. صافي، اذا اكس اس 2، اكس اس 2 اش كتساوي؟ كتساوي الضلعي ديال الزاويه القائمه اس 2، هذا اس 2 زائد هذا اس 2 زائد 2 اس 2، 2 اس 2. سمحوا لي، دونك هذه ما عندنا بلاش. اذا اش كتساوي؟ هذه 4 زائد 4 اللي هي كتساوي 8، اكس اس 2 كتساوي 8. هذه الحاله الاولى. بالنسبه للحاله الثانيه، قائم الزاوية، مزيان، انفراد الضلع المقابل للزاوية القائمة هو هذا. إذا الوتر غتولي تجينا هنا إكس أس 2 تساوي ماذا؟ إكس أس 2 غتساوي هذا زائد هذا أس 2 زائد هذا أس 2، هي 4 أس 2 زائد 8 أس 2. دونك هنا هي 4 اس 2، ماشي 4 في 2، 4 اس 2 هي 4 في 4 اللي هي 16 زائد 64 اللي هي 80. غنمشيو للحالة الثالثة، الضلع المقابل للزاوية القائمة في الراء هو هذا. دونك لدينا شحال الطول ديالو؟ إذا غنقول أ اس 2، أ أس 2 يساوي هذا أس 2 زائد هذا أس 2، إكس أس 2 زائد أ على 2 أس 2. نديرو الأقواس ضروري. حنا شنو مطلوبنا؟ نحسبو إكس أس 2، يعني أن إكس أس 2 غتساوي لينا هي أ أس 2، هذه غتولي تجي هنا غتولي بالإشارة ناقص، ناقص أ على 2 كل أس 2. دابا بقى لنا غير الحساب، أ أس 2 ناقص هادي غنفرقو لهم الأس، غتولي لنا هنا أ أس 2 على 4 مع توحيد المقام غتجينا هي، ما هنا هادي بحيلة على 1، إذا المقام واحد هو 4، هنا غتولي 4 أ أس 2 ناقص أ أس 2 على 4 غتساوي لنا إكس أس 2 هي 3 على 4 أ أس 2. عندي هنا 4 ناقص 1. الحالة الرابعة، عندي الوتر أس 2 دائما ها هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، أ على 2 كل أس 2 كتساوي أ على 3 أس 2 زائد إكس أس 2. أنا كنقلب على إكس أس 2، إذا إكس أس 2 غتساوي هذا ناقص هذا، هذا غيجي لنا هي أ على 2 أس 2 ناقص أ على 3 أس 2. إذا هنا أ أس 2 على 4 ناقص أ أس 2 على 9. إذا وحدنا المقام، شنو هو المقام واحد؟ هو 36. صافي، 36، إذا غنضرب هنا في 9 غتجيني 9 أ أس 2 ناقص هنا 4 في 9 وهنا ناقص 4 أ أس 2. اوكي، 9 ناقص 4 هي 5 على 36 أ أس 2، هذه هي إكس أس 2.